عدنا لكم فيديو جديد حق لعبة دانو كرايسيس ريبيرث. ان شاء الله هاي بتكون ختامية لكن لعبة تجريبية من سلسلة دانو كرايسيس المطورين لعبة. طبعا اللعبة هذه مش رسمية. لحظة شو انا بتذكر انا جيت من ذي الباب طلع من ديناصور هيني هالباب ركب. Egal. زي ما نسيت كده اقول لكم انا احاول انه قاعد تدعمون المطور اللعبه. طبعا هو اللي مسوي لعبة دانو كرايسيس ريبيرث. بحط لكم رابط تحت الصندوق تحت في رابط تدشوا عليه وتشوفوا قيموا اللعبة. مع ان هذه اللعبة ترى تجريبي اكد واقول للمرة الاخيرة لعبة تجريبية. حتى بتشوفون اني حاط شعار كابكوم مو كاتب كابكوم ولا كاتب كابكوم. دائما لما بغيت اتكلم يصير في شيء عشان هي كول. اتوقع انه لازم ارجع هناك صح؟ بلى في باب قدامي ترى بس من جهه ثانيه. احسن شيء في الاقام الجديده الحين اذا اي عدو ولا وحش ولا ديناصور اللي هو لقيت معه وذبحته يتم مقارنه حتى لو دخلت في الغرفه ورجعت. هذه لمزه حلوه. ايوه انا في شيء واحد بتشاودي في اللعبه ترى بس السبرنت سريع يعني ممكن اغض البصر عن كل شيء لكن الا سبرنت. اوه هاي وين راس هاي The last message. I don't think I can get out of the facility. There was a second accident, but this time it was a different energy release was intense. All the computers and machinery were blown. Everything went out. But the most disturbing thing is the appearance of a huge jungle outside the reason. I'm stuck inside. Doors are closed. There is no power. But it had to be done. Leave this message, perhaps the last. I want to activate the time machine and leave. وانتفعت آلة الزمن بس اتماشرت وهيك سلم عليك. ممكن وهيك اللي راح في زمن ثاني. هلا ولا
Reload, reload, reload. اتوقع 22 طلقة يموت الديناصور رابتر. هلو ريلود ريلود. اوكي طالما انا بثور عليه في الراس ضد 5 طلقات يموت، لكن على الجسم لا فوق تاخذ لك وقت. حلو هذه معلومة جيدة. معلومة جيدة. خمس طلقات. في شيء بيصيرني انا ما ادري وش. The bad news, the portal is back up and running, but the facility is in shambles. I heard screaming in the hallway. I heard strange noises and human cries from the next room. Ready to go out. Supposed to find solution. يا للهول اربع هالمره. يا لا 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 يا للهول يا للهول ما الذي يحدث هنا؟ اشرب. كل طلقات في الراس، كل طلقات في الراس يا عمي. ايه هو فيه هليكوبتر. اهرب.
Dino Crisis Rebirth Even Game Studio. ستيفانو هذا مطور اللعبة. ستيفانو Thank you for playing. طيب وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله استمتعتوا وضحكتوا وانستوا. Open Capcom is listening to the fans about Dino Crisis possible remake. أنا أدري. الكل ينطر. الكل ينطر. خلاص إيه. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. إذا عندكم أي أسئلة خلوها في الكومنتات. هاي ليش طلعني إيرور؟ أوكي خلصنا ذي. طيب. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي. Forget what they doing, keep on doing.